أمهات المؤمنين ولا آسيا ولا مريم بنت عمران، فهذه تعرضت لأن يصرف عنها فائض الفضل المتعلق بمعرفة هؤلاء في القرب من الله والفهم عنهم وإدراك مهمة الحياة، ومتعرضة لأن ينصب إليها أوهام وخيالات وباطل وضلال تصرفها عن وجهتها الصالحة وعن صدقها مع الرب جل جلاله. فالله يرزقنا ياكن الصدق في الإقبال عليه، والصادقة ما تتبع استحسانات صاحباتها ولا جياراتها ولا صديقاتها ولا أهل الشرق ولا أهل الغرب ولا أهل البلاد ولا غيرهم، إنما الحسن عندها ما هو حسن عند الله وما هو حسن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء في زي أو منطقة أو عادة، في زواج أو غير ذلك. فكل من لم تتقيد بالآداب والشريعة فقد ضعف ذوقها وضعف إيمانها، وتعرضت لأن تنتزع منها بركات أو خيرات أو تتعرض لشرور باستحسانها ما ليس بحسن عند الله وعند رسوله بدر البدور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يرزقنا الصدق في الإقبال يا مؤمنات. وإذا جاء وقت المحكمة للحكم بين الخلائق فاليوم كما قال الله لسيدنا عيسى، قال الله وهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ولا ينفع أرباب الرئاسات رئاساتهم ولا أرباب السيارات سياراتهم ولا أرباب البواخر بواخرهم، لكن ينفع أهل الصدق صدقهم. قالوا هذا ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. أحضر القلب في هذه الساعة لعل الله يقبل، وتدخلين مع من يدخل خير مدخل. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وندخلكم مدخلا كريما، تشعرين به وتخرجين بكسوة من المجلس تمتلئين بها إيمان ويقين، وتتقين الله في أمر الزوج إن كان عندك زوج، في أمر الوالد إن كان معك والد، في أمر الوالدة إن كان عندك والدة، في أمر الأرحام، في أمر الجيران، في أمر ما بين المغرب والعشاء، في أمر القيام لصلاة الفجر، في مطالعة كتاب الله تعالى وتدبر القرآن الكريم. وإذا بالكسوة تستمر معك خيراتها إلى الوفاة إلى يوم الموافاة تحشرين، وعليك خلعة من هذا المجلس تفاخرين بها في القيامة. الله يخلع عليك وعلينا من شريف هذه الخلع ما به نرفع وما به ندخل إلى البحر الأوسع مع من صدق وتوجه وتنبه وتولع وتورع. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول، وثبتنا على الحق فيما نفعل، وثبتنا على الحق فيما نعتقد، واجزي الخير كل حاضرة، وضاعف الخيرات لمن ساهمت ولمن ساعدت ولمن جلبت غيرها ولمن قام بالمساهمة في ترتيب هذا من ميكروفون أو سراج أو فرش أو فتح باب إلى غير ذلك من ما قام به هذا الاجتماع. اللهم اجعل لهم في كل ذلك قبولا عندك يتضاعف لهم به الثواب إلى ما لا نهاية، وارزقنا وإياهم كمال التوفيق لمرضاتك في باقي أعمارنا، وادفع عنا كل سوء نحاط بعلمك. وسر الفاتحة إلى حضرة المصطفى وأهل بيته وصحابته والتابعين والأنبياء والمرسلين وعباد الله سيد المتقدمين في مسجد الجامع وفي هذه الأماكن، ووالدينا ووالد الحاضرين خاصهم وتنعمتهم وأهل بيت النبوة والصحابة الأكرمين وأهل الولاية والسر وأولياء الله في غامض علمه، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين عامة، وإلى حضرة النبي محمد. نفعكم الله. هذه الأسئلة هذا اللي بغى لك تجوب عليها، لأن احنا عندنا في الروضة المحاضرة. قبلكم الله، جمعنا على الخير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.